من أبطالنا اللي بنفتخر بيهم بشكل كبير جدا كابتن شريف عثمان بطلنا البارالمبي، واللي هرجع أقول تاني القصة المعروفة لما حصل على يعني ميدالية فضية في الأولمبياد أو في البارالمبياد، كانت مناحة كبيرة جدا. كابتن شريف عثمان بطلنا البارالمبي المصري اللي بنفتخر بيه، صباح الهنا. صباح الفل وأهلا وسهلا بحضرتك، وشكرا على تقديمك الجميلة، وشكرا لقناة النادي الأهلي وكل مشاهدين قناة النادي الأهلي. طبعا أنا هبدأ من اللي أنا كنت بقوله في الانترو بتاعي أو في كلامي، من الآخر كده. أنا جبت الملخص. لا بجد أنا عرفت من كواليس كتيرة وناس عرفت وسمعت، كانت مشكلة كبيرة جدا، كأنك مثلا خلصت البارالمبيكس من غير ولا ميدالية. معقولة الميدالية الفضية لهذه الدرجة كانت بالنسبة لك حاجة مش كفاية؟ هو مش كفاية، هو الأول لازم نقول الحمد لله طبعا، عشان بس الناس ما تفهمش غلط إن أنا معترض أو بس أو أنت ساخط كنت على الوضع. شايف إن أنت نصحت. هو القصة إن أنا اجتهدت وتعبت كتير، ولكن كان قبل الدورة الأولمبية طوكيو 2020 حصل لي إصابة كبيرة، وكان كل الناس تقريبا يعني مجمعة على إنه مش هلعب أصلا أساسا. فأنا يعني عارف اللي هو تحديت كل ده، وقلت لهم لا أنا هحاول وهعمل اللي عليا، ولو شاركت يبقى كويس، ولو نافست يبقى احسن. صحيح. ولو جبت ميداليه ده بقى يبقى الحمد لله. يبقى الحمد لله. كده كده الفرصه لسه عندك، باريس ان شاء الله. باريس ان شاء الله يعني تقريبا 7 شهور ان شاء الله باذن الله يكون لينا نصيب ونفرح الشعب المصري زي ما احنا متعودين. يا رب، ودايما مفرحنا، وانت على المستوى الشخصي يا كابتن مفرحنا وخلينا دايما فخورين. ان شاء الله. فدي مسؤوليه هتبقى كبيره عليك طبعا، لكن انت قدها. توفيق ليكوا يا رب. شكرا لزوجك وشكرا لقناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا.